بشان الأزمة في البصرة، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن النفط أصبح مصدرا لتلويث وتخريب الأرض في المحافظة، لافتا إلى أن البصرة تدفع ثمن كثرة النفط لديها، فيما دعا عبد المهدي البصريين إلى تهيئة أجواء أفضل لإنجاز المشاريع وتفهم عمل المسؤولين الإداريين في الإصلاح. المحافظة هي محافظة نفطية بامتياز، لكنها تدفع ثمن النفط. يعني بدل أن يكون النفط مصدر لإثراء هذه المنطقة، أصبح النفط مصدر حقيقة لتلويث المنطقة، لتخريب الأراضي. فهناك سلسلة من الإجراءات يجب أن نقوم بها كحكومة، كوزارة نفط، كوزارة إعمار، كوزارة كهرباء، كوزارة موارد مائية، لإصلاح الأوضاع في البصرة بسرعة. وأنا أعتقد المشكلة في البصرة هي مشكلة إدارية أساساً، ليست المشكلة مشكلة مالية. هناك كثير من المشاريع المعلقة في البصرة. المواطنون البصريون حقيقة صبورين بشكل كبير أمام هذه المعاناة، لكن ممكن أن فعلا يهيئوا أجواء أفضل لكي تنجز الأعمال بشكل صحيح. ليس كل من يأتي من مسؤول أو غير مسؤول هو لا يريد الإصلاح، يجب إحداث تفهم أفضل بين مختلف الأطراف حتى يكون بالإمكان القيام بإصلاحات معينة. عندما تطالب الحكومة المحلية أو عندما تطالب الحكومة الاتحادية أو عندما يطالب مجلس النواب بإجراءات معينة، من سيقوم بها؟ هذه الجهات التنفيذية هي التي تقوم بها، فعلينا أن نساعدها، علينا أن ندعمها.